هذه اللجنة استبشرنا بها خيرا في بداية الأمر، وكنا نعقد عليها أمال كما الشعب السوداني بأن هذه اللجنة ستسترد أموال الشعب السوداني وتحافظ عليها وتسلمها إلى الجهات المنوط بها إدارتها. هذه آمال عراض كلنا توافقنا عليها وكنا تحدثنا عنها بإيجابية، لكن هذه اللجنة الجميع اتفق بأنها انحرفت عن هذا المسار. هذه اللجنة انحرفت عن ما كان ينبغي أن تقوم به من أجل إرجاع المواد أو إرجاع الأموال المنهوبة. هذه حقيقة، وأخونا الفريق ياسر وكل القائمين على الأمر والناظرين إلى أداء هذه اللجنة يقرون بذلك، والجميع اتفق على أن منهج اللجنة في العمل كان غير صحيح. الذين عادتهم المحاكم وليس عادتهم المؤسسات، هؤلاء عادتهم المحاكم، ومنذ قبل 25 أكتوبر وكلنا نتذكر حديث الأخ وجدي عندما قال نحن عندنا دريباتنا، نحن كلنا عارفين أنه لما أول محكمة أرجعت الناس ناس اللجنة ذاته قال عندهم دريبات ممكن يتحايلوا بها على هذه المحكمة. أيضا نحن الآن ما بنقول هنالك شبهة في أنه خان الأمانة التي أؤتمن عليها، فتحت ضده بلاغات، وليس لدينا اعتراض عن أي إجراءات قضائية أو إجراءات قانونية تقوم بها الجهات العدلية.